اتفرجوا على ماتشات امبارح وخصوصا اللي بيشجعوا باريس سان جيرمان كانوا على موعد مع لقاء بي اس جي مع بشاك شهير التركي. 17 18 دقيقه عدت من الماتش وحصل المشهد اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه. المباراه توقفت في حاله حيره، يعني انا الاول قعدنا لمده دقيقتين ثلاثه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. كواليس الموضوع انه احد الاداريين في فرقه بشاك شهير التركي تعرض زي ما بيقول، يعني حسب شهادته زي ده اللي ظاهر قدام حضراتكم في الشاشه، تعرض حسب شهادته ل يعني اعتداء لفظي وصف بالعنصري من الحكم الرابع، وهو بالمناسبه حكم روماني. وبالتالي تضمنت الفرقه فرقته فرقه بشاك شهير اسطنبول بشاك شهير مع الاداري بتاعها وقرروا ان هم ينسحبوا من المباراه. انا كنت فاكر في الاول انه الموضوع في حاله خلاف او في حاله حاجه على الكوره، يعني في مشكله في الملعب نفسها، لكن اتضح ان المشكله خارج الملعب. ومن المفترض طبعا، خليني اقول لحضراتكم كمان انه في بعض لعيبه باريس سان جيرمان يعني زي ما هو ظاهر في الصوره اللي واقفين جنب بيرو الاداري في بشاك شهير كانوا نيمار، الصوره اللي فاتت على طول نيمار وامبابي هم كمان نجوم باريس سان جيرمان اعلنوا عن تضامنهم مع اداري، الصوره دي بالظبط كده اعلنوا عن تضامنهم مع اداري فريق اسطنبول بشاك شهير. وزيره الرياضه الفرنسيه اعلنت تضامنها معاه على الرغم من انه الحكم حتى اللحظه بيؤكد انه اللفظ ده في اللغه الرومانيه لما بيستخدم لا يعتبر اساءه، هو وصفه بلونه، وصفه بلون بشرته، وبالتالي بالنسبه للاداري ده كان فيه نوع من انواع العنصريه. لكن خليني اقول لحضراتكم كمان انه، ودي بقى فايده التكنولوجيا، السماعه اللي حضراتكم شايفينها على السماعه والميكروفون اداه التواصل اللي بتبقى موجوده بين الحكم وبين المساعدين اثناء المباراه، في جهاز بيسجل كل ما يصدر عن طاقم التحكيم اللي بيدير المباراه، واعتقد من السهوله الرجوع لنص الكلام اللي اتقال. لكن الراجل بيقول ما بينفيش، يعني الراجل ما بينكرش ان هو قال اللفظ، لكن بيقول انه في اللغه الرومانيه ده لفظ عادي جدا ولا يعبر عن اي اساءه، وكل من يعرفني يعرف تماما انني لست عنصري. ده على حد تعبيره. تانية يا احمد، انه انت ليه بتقول اسود، بتقول عليه اسود وما بتقولش على اي شخص تاني بتناديه بلون بشرته برضو ان هو ابيض او بتوصفه أو أخضر باللون ده او اصفر؟ اكيد هو اسمر وابيض بس يا احمد. على العموم يعني على اي حال خليني اقول لحضراتكم انه المباراه النهارده تكون الساعه 8 وتبدا من الدقيقه 16، يعني من الوقت اللي وقف فيه بالظبط المباراه امبارح.